يهبط في النعمه بالباله، ايده خويا الماكينه ما هي سيكوريتي، ايده دخلت في وسط الماكينه، قعدت ساعتين دار عليه اللاكس، ايده قعدت ساعتين وايد ولدي في الماكينه. الا ما جو قصوا الماكينه بالمراديسك باش خرجوا لها ايده، وايده العصب نتاعه تقص والغشاء والدنيا كل تقصت وصوابعه مقصوصه. بعد شهرين مشيت نلقيه ماهوش ولدي حد الشغل، ما لقيتوش حد الشغل. على شنو؟ محطوط اللي يجي طايح ولا الله اعلم، حتى في السيستم ماهوش هابط، ما هبطوش حتى في السيستم. ولدي داوي فيه الدكتوره سناء حفايظ، يستعمل في 4 انواع نتاع دواء، وحالته النفسيه متوتره. وصل قال لي بابا باش نعمل عمليه انتحاريه، ماهوش لاقي حقه. قال لي خويا انا شمزلت حياتي، ايد واحده انا شنو نواجه بها الدنيا؟ قال لي انا شنو نواجه بالدنيا بيد واحده؟ قال لي الناس بزوز يدين ما نجمش تخدم، انا بيد واحده ما نجمش باش نواجه الدنيا. ولدي ايده سقات جمله. طبيب الدكتور نتاعو في الواحد ديجا في الوثائق هنا موجوده، حاطط لي 95% سقوط ولدي، 95% ايد ولدي سقات. ايد ولدي سقات 95%، ولدي سقات. وانا اختي ما عندي باش نقاوم وما عندي حتى شيء. اليوم باش نحكيو على الحوادث الشغلية في بلادنا، طبعا اللي قاعدة تخلف في الكثير من المآسي والمخلفات النفسية، سواء على الضحايا نفسهم وإلا أيضا على العائلات متاعهم. اليوم تجينا حالة الحقيقة الجانب الإنساني والاجتماعي فيها مؤلم برشا، وسيناريو حادث الشغل هذا باش يحكيونا والد الضحي. أنا والد محمد خليل الكسراوي، ولدي تعرض لهذا الشغل عند في العاليه، وايده العصب نتاعه تقص والغشاء والدنيا كلها تقصت وصوابعه مقصوصه. فاش يتمثل حادث الشغل وين فاش يخدم؟ يخدم في معمل قهوه ويرحي البسايس. ايوا هذا المعمل اللي يخدم يرحي البسايس، ومعمل قهوه يرحي القهوه اي في العاليه ولايه بنزرت. باهي هزيتوا البنزرت المستشفى الجامعي البنزرت. قبل كل شيء فهمنا فقط كيفاش الحادث صار، شنو هو فاش يتمثل الحادث؟ سيدي يخدم بالماكينه، يدي يهبط في النعمه، يهبط في النعمه بالباله، ايده خويا ما هي الماكينه ما هي سيكوريتي، ايده دخلت في وسط الماكينه، قعدت ساعتين دار عليه اللاكس، ايده قعدت ساعتين وايد ولدي في الماكينه. والا ما جو قصوا الماكينه بالمراديسك باش خرجوا لها ايده، وبعد تالي خويا وجهناه للبوقطفه. صار الحادث هذايا، من بعد كيفاش تم نقله للمستشفى؟ شكون هزوا؟ كيفاش هزوه؟ هزتها الحمايه. هزتها الحمايه وغادي ما ديكلاروش عليه اللي هو حادث الشغل. هزوه للمستشفى، انا المستشفى الجهوي والا ما حد. اللي ولدي بعد شهرين مشيت نلقاه ماهوش ولدي حادث الشغل جمله. ما لقيتوش حد الشغل. مال شنو؟ محطوط اللي يجي طايح ولا الله اعلم، حتى في السيستم ماهوش هابط، ما هبطوش حتى في السيستم ماهوش هابط. فاذا هزه للكلينيك. شكون اللي هزه للكلينيك؟ هزه مولا المؤسسه، هزه داويه في الكلينيك شهر ونص، وبعد تالي قال لي خويا برا هبطه كمل داويه في بنزرت في المستشفى. قلت له انا خويا ما عنديش امكانيات، خويا جايتني جلطه وعندي فتق وعندي كذا وخدام نهار، راني ما نجمش خويا باش نداويه، لا نجم نداويه ولا نجم كذا. قعد يعني خلينا نفهموا حسب كلامك طبعا. اللي صار هو في الاصل هو حادث شغل، لانه ولدك كان يخدم في الشركه هذه ومعناتها تعرض للحادث هذا، لكن هذا ماهوش موجود معناتها في الحقه نتاعكم، وحقك ماهوش ما اعترفوش به اللي هو حادث شغل. موجود في المستشفى اللي هو حادث شغل. ديكلار عليه في حوادث الشغل في الكنام وفي السبيطار باش ما تقومش القيامه ويقع فيها اجراءات قانونيه. ما نفذش المعلومة اللي على أساس ما خدمه بلاش أوراق وبعد تالي ديكلار عليه، وعلى أساس وفي حوادث الشغل حطه لي متربص،
متربص ولدي شهر وثلاث ايام خادم معاه شهر وثلاث ايام حطته لي متربص في هو ولدك معناتها دخل يخدم في الشركه هذه عنده شهر وثلاث ايام وصار الحادث اي وحطه لي متربص كي مشيت له اخويا قلت له كيفاش ولدي متربص قال لي اخويا متربص منزل جديد خادم جديد قال لي وحد الشغل اخي قال لي مانيش عامل جريمه قلت له ماهيش جريمه لكن انت ما خدمتش بلاش وثائق وبعت لي ديكلاريت عليه في الوعد اي هو اي قداش عمره ولدك ولدي عمره تضرب 18 غير شهر 18 عام اقل من 18 عام يعني غير شهر اي تضرب 18 بشوي هو تو عمره 18 و6 شهور تضرب 18 و3 ايام بالضبط تضرب نهار 9 اكتوبر وهو نهار 25 سبتمبر اغلق 18 تضرب حكايه 18 و10 ايام 18 و15 يوم بالضبط 18 سنه تضرب يعني دخل وعمره في اخر 17 عام قاصر دخل قلت لك قلت لك تضرب معناها اواخر 2000 يغلق 18 يكون حصيله قلت لك اقل من 18 يكون ب 20 يوم ودخل الخدمه دخل 3 سبتمبر وهو 25 سبتمبر يغلق 18 بالضبط قداش بقى في السبيطار الساعه المره الاولى قداش بقى ولدك السبيطار ما قعدش في المستشفى عملنا له التحاليل والتصويره وخرجوا لنا العرف للكلينيك يعني وحده جهزوا للكلينيك هكاك حب خدمه التليفونات اي المدام مرته بعدايا خدمه التليفونات وقلت له انا نهبط القصاب قال لك ليه القصاب العمليه ماهيش مجهزه بيت العمليه قال كلمنا الدكتور الفلاني راه العمليه ماهيش مجهزه انا توش نهزوكم للكلينيك باش ننقذوا الطفل مشي للكلينيك قعد يداوي فيه شهر و20 يوم ولا هو شهر و15 يوم بالضبط طبعا على حسابه حساب الشخص على حساب امور الشركه اي وبعد تالي قال لاخويا السكرتيره نتاعو قال له بري اخويا قول يهز ولده للمستشفى الحكومي راني انا هكاو انتهت المهمه نتاعي هكاو كانت العمليه كاكا قعد الدكتور نتاعه مساهم كيري الحاله نتاعي وري الظروف وري كذا يعني ظروفكم الاجتماعيه خايبه انتم اي قال لي هذاك ولدي مانيش باش نبطل عليه يبقى يداوي في الكلينيك عندي وانا نداويه لك بليش قعد يمواظب معاه الدكتور رامي بن صالح في الكلينيك الروابي قعد يداوي لي فيه بليش في الكلينيك يعني يبقى في الكلينيك حتى بعد ما كمل الدكتور نتاعو بليش خاطر هز عليه ايده وانا كلمت الدكتور نتاعو قلت له راهو مول المول قال لي خويا معاش نداويه الدكتور هذا معناتها اللي هو يعطيه الصحه تعاطف مع الحل الاجتماعي نتاعكم وتطوع باش يعدي على ولدك جراتويت مو بلاش مجانا يداوي فيه قداش بقى بعد يداوي فيه حكايه بريسك تقريبا شهرين في الكلينيك يداوي فيه بدوره في الفاصمه قال لها المدام وراقد في الكلينيك يمشي ويجي يمشي ويجي قال لها المدام جيهان هذه الفرمليه نتاعو قال لها هذاي نسمع نهار تقولي له على 100 فرنك دبر راسك يزم تداويه يجي تبدل الفاصمه ويروح على روح كان نستحق باش نعمل كنترول انا نجي نعمل كنترول نداويه نطلع عليه باش نشوف شنو هو العظم مدشش اربعه تشيشات معناها باش نشوف العظم باش العظم يلحم ولا كذا من بعدها ولدك وين توا ولدك شنو هي خلينا نسالوا على الحاله الصحيه نتاع ولدي تداوي فيه الدكتوره سناء حفيظ يستعمل في اربع انواع نتاع دواء وحالته النفسية متوترة وصل قال لي بابا باش نعمل عملية انتحارية وعلاش هذا كل علاش معناتها متأزم علاش خاطر ما لقاش حقه وما ماهوش لاقي حقه قال لي خويا انا اش مازال تحياتي ايد واحدة انا شنو نواجه بها الدنيا قال لي انا شنو نواجه بالدنيا بيد واحدة قال لي الناس بزوز يدين ما نجمش تخدم انا بيد واحدة ما نجمش باش نواجه الدنيا قول نقعد نرفع لها في معنوياتها بشوية وديما اخويا قالك فادت طاب طلع ولا يسهر لي المره ثلاثه نتاع الصباح للاربعه نتاع الصباح النوم مع شريك ده حاسين هو حالته مؤثره ياسر مازال يخضع للعلاج مازال يعالج فيه العلاج نتاع صوابع معكفه تو طالبين علي المساجات وكذا باش ايده مشوها ما عادش اختي طويله ما عندي باش نداوي فيه جمله ما لقيت باش يعني ما يعملش المساجات حتى شيء اختي قاعده كاكا ايده معكفه ما قاعد كما هو كما داواها الدكتور وصايي خاطر انتهت مهمه الدكتور رامي انتهت تو يلزم اخويا المساجات ويلزم ايده بروتيز باش اهل الخير باش بروتيز باش يركبوا له بروتيز اليوم انت في الاطار هذا وفي القضيه هذه وحاد الشغل هذا قلت انك رفع قضيه ضد شكون؟ ضد مولى المؤسسه علاش وبشنو الطالب؟ نطالب اللي حق ولدي اللي ولدي صغير وولدي الماكينه ماهي سيكيريتي وولدي
اللي معناها حطه لي متربص، اللي معناها باش يعطيني حق ولدي. هذا الطالب طالب اخويا حقوق ولدي على يعني تعويض. اي تعويض ولدي، خاطر حطه لي على حوادث الشغل، حطه لي متربص اللي على اساس معناها باش تجي هكا جرايه نتاع 3 شهور وكاهو، وهو ما اخويا ما يدفع حتى شيء، لازم هو يطيح كل شيء في الماء. انا طالب اخويا هو يعطيني السقوط نتاع ولدي، ولدي اذا سقط جمله. الطبيب الدكتور نتاعو في الواحد في ديجا في الوثائق هنا موجوده، حاطط لي 95% سقوط ولدي، 95% ايد ولدي سقط. ايد ولدي سقط 95%، ولدي سقط. وانا اختي ما عندي باش نقاوم وما عندي حتى شيء، فاذا المطلوب باش يعمل لي يعطيني حق ولدي باش خويا يواجه الدنيا ويعمل مشروع بخاطر ما عادش ينجم يخدم، يلزم يعطيني تعويض نتاع ولدي وكاو ما طالب شيء. يعني انت اب فرحت ان ولدك لقى خدمه باش يخدم على روحه ويعاونك كما كنت تحكي لي بكري، يعاونك في مصاريف الدار، يعاونك معناتها في كما وصفت انت هم الدنيا، لكن للاسف وقع اللي ما كنتوش تتوقع. بالضبط باقي ما نخدموش اختي وما يخدمليش في الماكينه هذيك، وانا كان يخدم في الباكوات معايا عبي ويفرق في لحظه من اللحظات، حطوه لي تحت الماكينه، عمره ما شدها وعمره ما يعرف الماكينه شنو نوعها. حطوه تحت الماكينه، الشافه نتاعها تعمل لها امشي امشي امشي، شدتها عند راسها من هنا، امشي خليل، امشي محمد خليل، هو خليل يعيطوا له، امشي محمد خليل، امشي امشي، للي ولادي مسكين اذا تحشت له حشتها للماكينه. اعطينا في القضاء توا شنو صار عامل القضيه مازالت جديده، المحاميه قالت لي باش نعمل نرفع به قضيه السيد وكيل الجمهوريه، ومازالت هكاك طويله، مازالت هذه تلعب شاكي به للوزاره، شاكي به للرئاسه، مازلت ما هو عندي الوثائق، مازلت ما نعلم حتى شيء حق ولدي، مازالت قضيه غامضه، قضية ولدي غامضة، ما نعلم بحد شيء، عند المحامي الأوراق وكهو، وأنا ما نزلت ما نعلم شيء، ما زلت جديدة الحكاية.